السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بزملائنا وإخواتنا الباحثين في مجال السيتولوجي والأنكولوجي. لفت نظري في ضمن قراءتي في السيتولوجي والأنكولوجي إن العلماء حاطين علامات استفهام حوالين الجولجي أباريتس، جولجي أباريتس أو جولجي بادي أو جهاز جولجي، اللي هي الأجسام المنتفخة ديت. تمام، اللي هي متخصصة بالعملية السكريشن للإنزيمز في السيل. تمام، الجولجي بادي طبعا كلنا عارفين، أو اللي مش عارف يعرف إن هي موجودة في كل أنواع السيلز ما عدا السبيرم والريد بلاد كاربسلز. تمام، يبقى الجولجي اباريتس، الجولجي اباريتس او جهاز جولجي او اجسام جولجي الخاصه بالسكريشنز. تمام، اللي احنا عارفينها خاصه بالسكريشنز، فيها انتفاخات كده. تمام، دي موجوده في كل السيلز. تمام، ما عدا الايه، الريد بلاد كوربسلز والسبيرم او خلايا الدم الحمراء والحيوانات المنويه ما فيهاش جولجي بادي، ما فيهاش جولجي بادي. تمام، لان حتى احنا في السيتولوجي ما بنعتبرش السبيرم او الحيوان المنوي خليه. تمام، لان هو جميت او نطفه. تمام، في نصر محتوى الوراثي، والخليه الحمراء، خليه الدم الحمراء برضو ما بتعتبرش خليه الدم الحمراء، احنا بنقول عليها ريد بلاد كورباسلز مش ريد بلاد سيل، ده الاسم الدقيق ليها، فما بتعتبرش سيل. تمام، ولذلك هما الاثنين مفهومش ايه، مفهومش جولجي بادي او جولجي اباريتس. وبكده خلصنا الفيديو ده، واتمنى تدعمونا ننزل كتير من فيديوهات اثار في علم الخليه والانكولوجي. السلام عليكم.